أرجع وزير العمل سمير مراد وصول معدلات البطالة في المملكة خلال العام الماضي إلى أعلى نسبة خلال السنوات العشر الأخيرة إلى التغيرات المنهجية في تصنيف المتعطل عن العمل بموجب تعريفات منظمة العمل الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أولويات عمل الحكومة في قطاع العمل وتفاصيل الخطط الحكومية لخلق فرص عمل جديدة في كافة القطاعات الاقتصادية للأعوام 2019-2020. الوزير أعلن أن الحكومة تمكنت من تشغيل ما يقارب 3534 باحثا عن عمل من بداية العام حتى منتصف شباط من أصل 30,000 فرصة عمل معلنة ضمن الإطار الوطني للتمكين والتشغيل. وكشف الوزير أن الحكومة ستعمل على فتح أسواق جديدة في كل من العراق وسوريا وغيرهما من الأسواق الخارجية وتوفير نظام عادل يحقق مطالب المواطن في قطاع العمل من خلال سيادة القانون والحاكمية الرشيدة، من خلال إصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني والفني وتنفيذ البرامج التشغيلية المحلية وتنظيم سوق العمل. حجم المشكلة لما أنا بحكي عن 280 إلى 300,000 متعطل عن العمل، فهذا رقم يعني كبير وكبير جدا. فبالتالي يعني يعني نتعامل معاه بكل ما عندنا من طاقة. وزارة العمل لوحدها وبكل وضوح وأتحمل مسؤولية كلامي لن تحل مشكلة البطالة في الأردن لحالها. فهذا تحدي دولة مطلوب من الجميع تكاتف الجهود، وأقصد هنا الحكومة بالكامل وكل أذرع الحكومة، ولكن أيضا أقصد الإنتاج، شريكنا بالإنتاج إلا وهو القطاع الخاص أيضا عليه مسؤولية بأن يعي أن تشغيل الأردنيين هي الأساس، هي الأولى، وأن يساعدونا وأن يمكنونا كما نحن واجب علينا أن نساعدهم ونمكنهم لتشغيل عدد أكبر من الأردنيين.